كون انا اسمي بيسان اسماعيل، عمري 18 سنه ومن سوريا. انا صانعه محتوى على يوتيوب وسوشيال ميديا. بعد عناء وتعب كثير كبير صرت 8 مليون وشوي على اليوتيوب، 4.5 مليون على الانستغرام، وكمان 9.3 مليون على التيك توك. اهلا فيكم بفيديو جديد. انا شفت حالي انه انا مناسبه للسوشيال ميديا، وليش ما تكون السوشيال ميديا وسيله اني اوصل صوتي لكل العالم. بس كل هالشيء بحسه 1% من الشيء اللي انا بحلم فيه، باني بين مغنيه اكثر من انفلونسر. بلشت مسيرتي مع الموسيقى لما كنت صغيرة وبسوريا، كنت كتير غني بالمدرسة وكانوا الأنسات يوقفوا كل الحصة خلوني بس أنا غني. فمن وقتها حبيت أني أكمل بموضوع الغناء. لما طلعت من سوريا على ألمانيا غنيت بحفلة بالمدرسة، كل العالم حبتني وطلعت بالجرائد الألمانية وقتها. أكيد كل واحد ناجح تيجي عالم بتغار من نجاحه وبتحاول إنه تحطمه وتسمعه كلام بيجرحه، بس الحمد لله أي حدا حكالي هي الكلمة أثبتت له العكس. لهيك أنا صرت بيسان القوية اللي انتو شايفينها هلأ. أنا إنسانة واثقة من نفسي، وهدفي هو أني أصير أكبر مطربة بالشرق الأوسط وأطلع على أكبر مسارح. أنا إنسانة كثير مرحة وبحب الحياة، بس بنفس الوقت بحب التحديات وما بحب أخسر فيها، وأي تحدي بيجيني بوشي، أي شيء بيجيني أنا رح أكون جاهزة إله وحأبدع فيه.